تقول عن نفسها أنا أعمل وقد تفوت من صلاة المغرب، هل يجب القضاء بعد صلاة العشاء لأن الظروف؟ تقول أنا أعمل وقد يفوتني المغرب، فهل يجب القضاء بعد صلاة العشاء لأن الظروف المادية صعبة وأنا محتاجة للعمل؟ لا يجوز للمسلم أن يشغله العمل عن أداء الصلاة في وقتها، ولذلك صلاة المغرب يجب أداؤها في وقتها، والعمل ليس عذرا. المسلمون ما زالوا يعملون منذ أن شرع الله سبحانه وتعالى الفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون، ولم يكن العمل مانعا من أداء الصلوات في أوقاتها. على السائل أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تؤدي صلاة المغرب وغيرها في مواقيتها وأن تعمل ما ينفعها، وهذا لا يتعارض الحمد لله مع الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قد يكون رؤساؤها في هذا العمل من غير المسلمين أو قد يكون من غير المبالين بأمر الصلاة، ما هو توجيهكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ المسلم يحافظ على دينه ودينه مقدم على العمل ومستثنى من وقت العمل، فلا يخضع الإنسان للكفار ويترك الصلاة، بل عليه أن يصلي الصلاة في مواقيتها. نعم.